اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر ومباشره من مدينه الرشيديه. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تيفي، كساب ميل العني اللي ما يلقى ما يوكل الخرفان ديالو وجابهم الجرده عموميه امام معهد التكوين المهني بمدينه الرشيديه وكيسرحوا على خاطرهم. اكيد في ظل هذا الجفاف متابعي قناه شوف تيفي وهذه الازمه الخانقه اللي معظم ساكنه مدينه الرشيديه تشتكي من هذا الغلاء، كنشوفوا ايضا متابعي قناه شوف تيفي كساب اللي جاب الخرفان ديالو وخلاهم كيسرحوا على خاطرهم بحثا على لقمه العيش. ومن امام المعهد التكوين المهني، المعهد المتخصص للتكنولوجيا بمدينه الرشيديه ولفينا، نتمنوا انه يكون حتى فريصاني. واللي كنشوفوا من متابعي قناه الشعب انه كساب خلي خرفان ديالو كيسرحوا على خاطرهم بحثا عن لقمه العيش، لان الخرفان حتى هما متابعي قناه الشعب من القومية ياكلوا. صرخات المواطنين متابعي قناة الشعب اللي أيضا حتى هما من ساكنة مدينة الرشيدية اللي ما لقاو ما ياكلوا في ظل هذه الزيادات المستمرة والمرتفعة بمدينة الرشيدية وكل كل مدن المملكة المغربية. كنشوفوا متابعي قناة شوف تيفي أيضا جاء الظهور حتى الحيوانات وحتى لهاد الخرفان مساكن متابعي قناة الشعب اللي الكساب جابهم للحديقة، يعني عمومية مكان اللي هو عمومي قرب ومن أمام المعهد متخصص التكنولوجيا كيسرحوا على خاطرهم وكيبحثوا على لقمة العيش. بما ان الكساب متابعي قناة شوف تيفي كنشوفوا حاط يد على حنكو واللي كيقول ربما ويردد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الانسان ما لقى ما ياكل وما لقى ما يوكل حتى الخرفان ديالو. اكيد انهم غادي يتجولوا متابعي قناة الشعب من امام هذا الحل من امام هذه الحديقه العموميه، هذه الجرده العموميه، واكيد انهم غادي يبحثوا على ما ياكلوا، واكيد غادي ينقبوا على ما ياكلوا، وغادي يرجعوا بين احضان الكساب اللي غادي يديهم لبلاصتهم عاوتاني فين غادي يكونوا. اكيد ان ربما عاد عقب يوم الكساب، لان الكساب متابعي قناه الشعب كان ربما في غيبوبه في ديال التفكير، كان كيفكر وخلى الخرفان ديالو ساين حتى وصلوا له. ها هما الخرفان متابعي قناه الشعب كيقطعوا الشارع، ومن مساحة خضراء من مساحة قاحلة وناشفة وجافة إلى مساحة خضراء أيضا على متابعي قناة شوف تيفي واللي غادي يبقاو هادو غادي كيبحثوا فين غادي ياكلوا. زيد على ذلك متابعي قناة الشعب بأن الكساب تابعه من موراه واللي كيقول الله يحن هاد الوقت علينا، لأن في زمان هاد الغلاء متابعي قناة شوف تيفي كلشي تقهر، لا من إنسان لا من حيوان. اكيد ان الخرفان جاء عليهم الدور ايضا المجموعه ديال الكسابه اللي غادي يوليو يخرجوهم مثل هاد الكسابه هادو باش انهم يقلبوا على ما ياكلوا في جميع الحدائق، ولو ان الحدائق ديال مدينه الرشيديه كلها تاهي تقريبا قليل ثم القليل، لانها اللي خضراء كلها على هذا الشكل. هذا زمان الجفاف متابعي قناه شوف تيفي، وايضا في زمان الغلاء هذا هو مصير الكسابه في مدينه الرشيديه. ربما رحال من رحالة مواطن مغربي عنده بطاقة وطنية واللي كيبحث على العيش الكريم واللي كان واكل الطرف ديال الخبز، يعني من خلال هاد الكسيبة ديالو ومن خلال العلف اللي كان رخيص في ظل هاد الغلاء متابعي قناة شوف تيفي الكساب ما لقى ما يوكل للخرفان ديالو وخرجهم لمكان عمومي وحديقة عمومية أمام معهد المتخصص للتكنولوجيا التكوين المهني باش انهم ياكلوا ويسرحوا على خاطرهم. اكيد ان البصله متابعي قناه شوف تيفي اللي ولات ب 15 درهم 14 درهم بمدينه الرشيديه، وكذلك مطيشه اللي 11 درهم وبطاطا وكذلك اللي الثمن ديالهم كلهم طلع متابعي قناه الشعب، اكيد ان الانسان غادي يتقهر واكيد ان شحال من واحد غادي يتقهر. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، واكيد نتمنوا ان شاء الله لهذا الكساب الخير ودعواتكم متابعي قناه الشعب مع هذا الكساب، لانه ما كيكسب فقط غير هذه الكسيبه وهذه الخريفات هذو، واللي كنتمنوا ان شاء الله انه يلقى قدامه الخير
ويلقاو جميع ساكنه مدينه الرشيديه الخير، لان كيف ما قلنا في ظل هذا الغلاء واللي الانسان تقهر فيه ولا كيدخل خاوي للسوق ويخرج خاوي من السوق، لانه ما كيستطعش انه غادي يقدر يفرح الوليدات ديالو. كنشوفوا متابعي قناه الشعب ان الخريفات نتاعو في كل مكان، جنب حيط المدرسه وايضا في الشارع بحثا عن لقمه العيش. الله يكون في العوان متابعي قناه شوف تي في، لان الخرفان حتى هما ما لقاو ما ياكلوا، كيسرحوا على خطر خطرهم وكياكلوا اللي لقاو قدامهم. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، واكيد اننا ان شاء الله نلقاكم في بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.